أنا علي البراري، أخو حمدي البراري. حبيت نحكي على سليانة كلمتي. سليانة بلاد مهمشة، محقورة، منكوبة، عملونا حقل تجارب، والشباب نتاعها في أران تجارب يجربوا فينا في الأسلحة نتاعهم. نرجع للواقع، في نهار الأربعاء خويا مشى يقرأ، جاب حذايا كيك صغار كلهم، جا كعبة غرت مشى يقرأ على روحه. من باس ويعطيني رجع لي قال لي راه ما قريناش. قلت له حمودة ما لغت بحذايا خويا، فهمتني ما فهمش قراية، اقعد بحذايا بعد عدني كلك بحذايا في النصب ما بيعرف شوي غلة يعني. واحنا غلة تفسد ما نجموش نسكر نغطيها، النصبة تفسد. قال لي به قعد بحذايا شوي وفت علي الساشيات. قلت له حمدي خويا ماك تعرفه من مبلية من با 200 متر على المرشي. قلت له جيب لي بسيكة ساشيات ويجين. قعد يمكن 10 دقائق وهي ما تسحقش 10 دقائق، ما جيش. تعدي خويا الاكبر منه بعامين. قلت له هاني برا امشي شوف على اخوك، راهي الدنيا خايضه وما جانيش. زيت بعث خويا الاخر زيد ما رجعش. ميم با درجي طلبني واحد الحومه قال لي اجي رم اخواتك في الارجونس. مشيت نجي للارجونس نلقاهم قال لهم عدوهم لتونس. من غادي بدات القصه. مش تونس نقعدوا 23 يوم مع اخواتي ومع سليانة كامله غادي وربي يعلم بها. مش يعمل زوز عمليات، ومن بعد مشي مع ولاد الضرب ومشوا لفرنسا، ومن بعد زاد رجع لبلجيكا عمل يمكن 4 عمليات. من بعد روحوا به سليانة صافا صافا لاباس، نبدو صاهرين في الصالة كيما هكا، يشد عينيه اللي صار مضروبة يعمل كيما هكا صافا، شد عينيه لاباس عليه يعمل كيما هكا. هاني شفت شوية ضوء، كي شوفوا شوية ضوء نعدوا احنا فرحانين. غدويكا يعمل كيما هكا ما عادش نشوف الضوء، تولي عبارة ميتة في الدار. باه نهار من نهارات نفرع في وراق وشنو حمدي هذوما جبتهم معاك من فرنسا شنو الأوراق هذوما؟ قال لي راهو هذايا رابور نتاع طبيب. باه أنا بحكم خويا نفسيته تعبت هزيته مشيت لتونس نعملوا في دور. عيط لي بابا، أنا أكبر منه بعشر سنين، عيط لي بابا مربيه هنا. مشينا فما طبيب، قلت والله خلينا نشوفوا الرابور هذا يقراه لنا الطبيب. السلام عليكم. قلت له طبيب امور نفس امور انسانيه، راه خويا كذا وكذا يقرا. قال لي خوك راهو عطيه رانديفو في ظرف 20 يوم لازم يعمل عمليه استئصال العينه، خاطر دخلت ابار كيما تشوفوا ابار الرش الكل جاء في بدنه في وجهه من مسافه قريبه، راهو يلزمو يعملوا استئصال العينه. روحت البابا ماني فاهم شيء. قلت له بابا راهو كذا وكذا. جرينا مشينا منا جرينا منا محب يسمعنا حد باش يعاونونا في العمليه، ما سمعنا حد. تلز بابا وبعنا دارنا. تصورها انت الاستثمار اللي عملوا بابا، مشى بيع الدار، ناس بيع ديارها باش تقعد ولادها، ونحن بابا بيع الدار باش عملنا عمليه لخويا نحولوا عينيه. خويا يفهم شوي، كي يحكوا الطبه في بيناتهم نحولوا الفاصمه، قال له هذايا بحكم الرش عملوا الماده في عينيه، راهي عينيه الاخرى تمثل بالماده، راهو من 7 10 سنين وكمل عينيه تسقط ويديجا نقص تنظر. الطفل كي سمع الكلمه هذيك نفسي تتحطمت جمله، هزوه للسونتر نتاع الايتام بحكم هو مينور 16 سنه. الايتام هذوما اللي ما عندهمش سند، ما عندهمش شكون يتلهى بيهم، مجهولين الهويه باش يتلهى بيهم. الوليد دخلوا خرج في الحل، ملف يحكي معنا بالتليفون، قعد بريود يحكي معنا بالتليفون وما يقروا فيه لهين بيه، فهمتني كذا. من بعد إذا حسيته تبدل، أخزر أنت حط روحك عينه كيفاش 16 سنة ما شاف شيء من الدنيا، عينه شحمة هاي من هنا الصورة أوضح، أخزر عيني كيفاش شحمة. بيه عملنا المستحيلات، معارفنا أقاربنا جروا في جرته وحبوا يحيطوا به نفسانين كذا. طفل خاطر ما قبلش الشوك اللي مش يعدي بقية عمره، مش وصل مثلا 22 سنة مع شوخ زرب عينيه. عنا تو عام بالضبط، عام كل مرة يجينا واحد يقول راني شفته في البلاصة الفلاني، شفته في المحطة الفلاني، شفته في القهوة الفلاني، بحكم احنا سريان أكثرية تعيش في فرنسا ولاد عمتي وكذا. به لأن محمد رسول الله آخر مرة راقد في محطة متاع تران، جو سرقوا له ساكوش متاع في باسبور في تليفون في فليسات، ما عنده حد شيء. عنا عام ما نعرف عليه حد شيء. أنا نطالب الدولة هذه
كدولة قانون كمؤسسات يجيبوا لي خوي خوي ليزي تحطم في عيني وتحطم في نفسيته ونعرفوا عليه حد شيء ونطلب نطلب منهم وما كي ضر وضريتوه وما صلحوا شوي صلحوا شوي خاطر عبيد عطت عينيها فما عبيد ري ما تخزرش فما عبيد ري ما ترقدش انت زعما يا مسؤول يا رجال الدوله زعما انت كي قاعد في الصاله او تتفرج فينا وليدتك بحذاك انت كي تشوف خوك ولا ولدك كيما هكا زعما يجيك انه ترقد زعما ضميرك يلي امرت بالضربان ولا ما ضربتش ولا كذا ولا حتى انت مسؤول تنجم تعمل حاجه تفيد وليد سليانه وتفيد وليداتها اللي تعمت عبيد ري سقطت عز حاجه عندها ما فهمش مظهري كان فما حاجه اعز منظر ناس راي عينيها مشت احنا رانا كدار عائله منكوبه اصبحت انا نعاني في قضاء ربي ونعاني في قضاء خيوتي ونصرف على دارنا وكيري ب 300 دينار فهمتني علاش ما ندريش كنا عايشين محلانا مريقلين ما ندريش وعلى فكره نحب نشكر زوز من الناس هما اللي وقفوا مع خويا وحاطوه نفسانيا سي احمد الشافعي وسي الهادي العطياوي هم اللي وقفوا مع خويا وربي يبارك لكم.